لحالك. يلا بسرعة هنتأخر. احسن يحكي بالزواقه كده وبتجري وراحه على فين؟ اصل البنت بديها قالت لي انها عندها خياطه هايله وارخص مليون مره من اللي عندنا. لا النبي صحيح. اه النبي. طب يا اختي بيقولي للخياطه ما تاخركيش عشان انا عايزاكي في موضوع مهم. موضوع ايه؟ يوه انت مش مستعجله يا بنت مستربعه؟ اقعدي اما اخلص كلامي. انا كمان قلت لابوك النهارده ما يتاخرش وما يدير مخاز زي كل ليله عشان يبقى فايق للكلام اللي هقوله. السلامة يا حبيبتي. يا رب يا سمرة يهديكي ويحط عقلك في راسك عشان تنوليني المراد اللي أنا نفسي فيه. على نار الشوق حاطة القهوة. تعبان؟ كمان ما تقدروش على كلامك، ما تقدروا تدوروا على اللي عمل حفلات الصوت دي، كل ما تلاقي واحد في الحارة، تجيب لي مرة تجيبون أحلى يا غلابة، اتفرجوا يا جيران، اتفرجوا يا حارة، كل ما تحصل بقى الوقت، تعالي يا بنتي يا سمارة، تعالي يا بنتي خشي، ضربة بيضة، ضربة بيضة، يا أهل الحتة الله في سما يا سمارة، لو ما بطلتي اقواء لحنس الجيبشيبي ده فوق دماغك. راح فين يا سمارة؟ راح البديعة ياما، راح البديعة، والبت تلطخني على القفايا وتروح تقابل الراجل اهو. شوفي ربنا بيعمل فينا ايه عشان كذبتي على امك. اسكتي بقى، انتي شو بتدي فيا؟ مش حالي انا في يوم مش عارفة اعيش من غيره ازاي. عدادي يا اختي، عدادي، عدادي يا اختي، عدادي. كل اللي احنا فيه ده بسببك يا ست سمارة. بكرة يا اختي يتهمتينا ويقولوا احنا اللي عملنا العملة السودة دي، مش عارفة اخرتها ايه، حيرمونا فين اكتر من الرمية السودة اللي احنا فيها. يا رب يا شيخ ياخدوني ويدوني اعدام عشان اخلص من كل القرف اللي انا فيه ده. ولله ما في السماء. عايز ابقى اشوفك في المكتب يا صالح. امرك سعاده الباشا.
الإنسان في كل أنحاء الدنيا صفحة بيضاء لا تشوبها شائبة، فقيرا كان أم غنيا، ولكن بعد ذلك يبدأ المجتمع في تحديد ملامحه، وذلك حسب البيئة التي ولد فيها. وتحاول هذه الرسالة أن تجيب على هذا السؤال: ماذا يحدث لو انتزعنا إنسانا بالغ الرشد من بيئة فاسدة وهيأنا له الظروف في أن يعيش في بيئة صالحة؟ مفيش فايدة يا ابني، مفيش فايدة. المجرم هيفضل مجرم، ودي اكتفعت انت